سارعين للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني موطني، قد عشت فخر المسلم، عاش الملك للعلم والوطن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إننا اليوم أمام مثال رائع من الإنجاز بعد مسيرة 12 عاما، فهم اليوم يغلقون صفحة من صفحات حياتهم ليفتحوا صفحة جديدة تحمل في نفسها الأمل والتفاؤل. اليوم يقفون زملاؤنا الطلاب الخريجون ويحملون في أنفسهم كل مشاعر الفخر والاعتزاز بأنهم كانوا ينتمون إلى هذه المنظومة التعليمية التربوية، والتي استطاعوا من خلال اتباع نهجها أن يحققوا النجاح والتفوق. فهم اليوم يحملون شهادات التخرج بعد طي صفحة المسيرة العلمية التي بدأوها بعزم وانتهوا منها بنجاح وتفوق، وهم يحملون على عاتقهم هم العلم والارتقاء بوطنهم والحفاظ على دينهم وهويتهم. فإلى مثل هؤلاء الشباب المناضلين نتطلع، وبمثلهم نفتخر، فلا والله لا يحيي الأمة ويرفع مجدها كما يفعل العلم. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما لفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. زملائي المعلمين، أولياء الأمور الكرام، أبنائي الطلاب، فرسان هذه الليلة وعطرها وشذاها، ضيوفنا الكرام، أيها الحفل الكريم، أحييكم بتحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني في هذا اليوم المبارك وفي هذه المناسبة الغالية علينا جميعا أن أرحب بكم جميعا في حفل تخرج دفعة هذا العام 1444 للهجرة من هذا الصرح المبارك، ثانوية الأبناء بالدفاع الجوي. أيها الحفل الكريم، لم تعرف الإنسانية في تاريخها أساسا يبني نهضتها ويخلد أمجادها كالعلم، ولم يعرف في تاريخ الأمم معول هدم كالجهل، فبالعلم تحلق الأمم وتعلو حتى تبلغ دار المجد. فليلتنا فرح وسعادة واحتفاء وريادة.
إنما تقدمه المملكة للعلم والعلماء من دعم مادي ومعنوي يفوق الخيال بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله وسمو ولي العهد الأمين ربان الرؤية وقائدها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلا دليل على الاهتمام والحرص على أن تكون بلادنا في مصاف الدول المتقدمة. فنحمد الله أن هيئ لنا قيادة ترعى العلم وأهله، ومنطلاق المهمة العلمية للمملكة إلى محطة الفضاء الدولية وعلى متنها أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة، وأول رائد فضاء سعودي يصلان إلى محطة الفضاء الدولية إلا تعزيز لتنافسية المملكة دوليا وأهمية استكشاف الفضاء لخدمة العلم والإنسانية. أيها الحفل الكريم، إن ثانوية الأبناء وهي تحتفل بكم لتخريج دفعة هذا العام 1444 من طلبتها النجباء كأجمل هدية يمكن أن نقدمها إلى وطن الغالي، لننتهز بهذه المناسبة الفرصة فنحيي كل أب وكل أم شاركونا صناعة الإنجاز بإخراج جيل يساهم في رفعة هذا الوطن المعطاء. وشكرا لجميع المعلمين الذين صنعوا أجمل الفرص لإثبات كفاءة الأداء والقدرة على العطاء. شكرا لكم جميعا على كل ما قدمتم. أبنائي الطلاب، مبارك لكم تخرجكم، ومبارك لنا جميعا نجاحكم وتفوقكم، نقولها ويختلجنا الفرح لفرحكم. أبنائي الطلاب، كان وطنكم ينافس للقمة وهو اليوم في القمة، فإن لم تكونوا من العالم أسرع ومن العلم أقرب ومن سوق العمل أجدد ومن الطموح والأماني أبدع، فلن تجدوا لأقدامكم على قمة الوطن مكانا ولا لأحلامكم عنوانا. فتسلحوا بالإخلاص والهمة وتأكدوا بأنكم أمل وعماد الأمة. وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذه المناسبة نبارك لأبنائنا الطلاب تخرجهم من المرحلة الثانوية بثانوية الأبناء بالدفاع الجوي لعام 1444، وقد كانت هذه الدفعة من الدفعات المميزة في تفانيهم لطلب العلم والتنافس فيما بينهم على التفوق إلى الوصول إلى التفوق العلمي، وقد كانوا على قدر كبير من حسن الخلق والتعامل خلال فترة دراستهم. ولا ننسى أن نوصيهم بتقوى الله تعالى في السر والعلن، والاعتماد على قدراتهم وميولهم في التخطيط للمستقبل، ونتمنى لهم التوفيق في قادم أيامهم العلمية والعملية واليومية. بمناسبة تخرجي من ثانوية الأبناء بالدفاع الجوي، أحب أن أهني نفسي وزملائي الخريجين على هذا الإنجاز، وهذا كل ما تم إلا بفضل من الله تعالى، ثم بفضل انتمائنا لهذه المدرسة العظيمة التي تم فيها صقل مواهبنا وقدراتنا في مجالات شتى، مما انعكس على شخصياتنا وقدراتنا. طبعا في هذه المدرسة تم الكشف عن مواهبنا وميولنا من خلال العديد من البرامج والأنشطة الهامة والتي أشرف عليها نخبة من معلمو المدرسة، مما أتاح أمامهم التعرف على مهاراتنا وقدراتنا، حيث بدأوا بتشجيعنا في الدخول في العديد من المسابقات الهامة. من هذه المسابقات التي شاركنا فيها هي مسابقة تحدي الأمة للمستقبل عام 2021، ومسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي عام 2023، وفعالية الأسبوع العالمي للفضاء السنوي عام 2023، ومسابقة المارت الثقافية كذلك عام 2023، وغيرها الكثير والكثير من المشاركات الهامة، مثل المشاركة في عيد اليوم الخليجي للموهبة والإبداع ومسابقة اللغة الإنجليزية للمتحدث المحترف. ومن المشاركات المهمة داخل المدرسة المشاركة في المناسبات الوطنية والمحلية، مثل الاحتفاء باليوم الوطني ويوم العلم، والاحتفاء بعيد الفطر المبارك 1444 للهجرة. أضف إلى المشاركة في برامج الإذاعة المدرسية والتي تم صقل العديد من الطلاب مواهبهم الإلقائية والتحدث أمام الجمهور. أضف إلى مشاركاتنا الرياضية في البطولات خارج المدرسة.
ومن الإنجازات التي تحققت وشاركنا في تحقيقها هو تفعيل قاعة أكاديمية الأبناء في تقديم بعض الطلاب عروض مميزة بالإضافة لصناعة محتوى فيلمي كان مخصص لقسم اللغة الإنجليزية، قام بتنفيذه نخبة من الطلاب المتميزين في مادة اللغة الإنجليزية، وتم اعتماده في صفحة قسم اللغة الإنجليزية بتعليم جدة. وفي الختام لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى معلمين الأفاضل في ثانوية الأبناء الذين كان لهم الدور البارز في تربيتنا وتعليمنا العلم النافع، وكذلك أوجه شكري إلى إدارة المدرسة التي حرصت دوما على الرقي بمستوى مدرستنا والحفاظ على النظام فيها، مما خلق بيئة مناسبة لتحصيلنا العلمي. وأوجه كذلك التهنئة لزملائي الطلاب الخريجين وأقول لهم ألف مبروك، وأحب أقول لبقية الطلاب في المدرسة عقبال التفوق والنجاح بإذن الله تعالى، وكل عام وأنتم بخير. أنا أخوكم محمد حسن زكري، أدرس في ولاية فلوريدا الأمريكية تخصص كمبيوتر ساينس علوم حاسب. أنا متخرج من مدرسة الأبناء بالدفاع الجوي، هذه المدرسة العريقة التي تحوي على نخبة من المدرسين والإداريين والمنسوبين والطلاب المتميزين. أيضا أنصح جميع أخوان الطلاب بمحاولة الحصول على فرصة الابتعاث. الابتعاث له فوائد كثيرة إضافة إلى الفائدة الرئيسية وهي العلم والتعلم من الجامعات والدول المتقدمة، له فوائد كثيرة كصقل الشخصية، لأن الطالب بيروح يبتعث مغترب فيعتمد على نفسه ويتولى أمور نفسه، والتعرف على الشعوب الأخرى وتطوير اللغة تطوير الذات. الابتعاث أيضا يعلمك كيف تتعامل مع الشعوب الأخرى، لأنه الناس من جميع أنحاء العالم يبتعثوا، فتتاح لك الفرصة على أنك تتعلم عن ثقافات الناس كلهم، مو بس ثقافة الدولة اللي أنت بتسافر لها. بإذن الله الآن الابتعاث صار سهل، كل اللي يطلبوه أن الطالب يكون حسن السلوك ودرجة آيلتس، اختبار آيلتس من 5.5 لفوق، وقبول من أحد الجامعات المعتمدة الموجودة في موقع خادم الحرمين الشريفين للابتعاث. طالب له الرغبة بالابتعاث بإذن الله يمدي يبتعث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب مشعل فايز بالدور، طالب جامعة الملك عبد العزيز حاليا، وطالب سابقا في مدرسة الأبناء بالدفاع الجوي عام 1442. الانتساب لمدرسة الأبناء بالدفاع الجوي أكبر عامل ساعدني بعد توفيق الله سبحانه وتعالى تخرجي كأحد الأوائل على المملكة العربية السعودية. كانت تجربة ممتازة من ناحية كوادر تعليمية، مواد دراسية. تخرجت من الثانوية عام 1442 بتقدير الثانوية العامة معدل تراكمي 98، والقدرات العامة حصلت على 97، والتحصيلي حصلت على 93. حاليا أدرس في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، أقوى جامعة في المملكة العربية السعودية وواحد أقوى الجامعات في العالم. الدراسة في الجامعة تختلف خلاف نسبي عن الدراسة في الثانوي، صحيح ان اساس واحد اللي هو التعليم، لكن الفروقات في البيئة التعليمية التي تحيط بالطالب في الجامعة، اغلب الطلاب معزلين عن الباقيين، يعني اغلبهم مو مجتمعيين، والتخصصات عديدة في الجامعة بشكل عام، كليات عديدة وتخصصات عديدة، يختلف من تخصص لتخصص، لكن العامل الاهم في التوظيف اللي هو معدلك. قد مثلا طالب يدخل طب ويجي معدل منخفض ما ينقبل يتخرج. العامل الأهم مهما كان تخصصك، صحيح إن في فروقات بين تخصص وتخصص آخر، بس إن الأهمية تكمن في المعدل، فكل ما ارتفع معدلك يكون توظيفك عالية سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام، فمعدلك هو الأساس اللي يبنى عليه. وأخيرا أحب أبارك لإخواني الطلاب خريجين دفعة 23، أتمنى أن نشوفهم في أعلى المناصب في المملكة إن شاء الله، يقودون الجيل الجديد بإذن الله. ونصيحة مني في الختام، الفرحة تنسي كل شيء، وشعور التعب على المذاكرة أفضل من شعور الندم أنك ما ذكرت. وأحب أشكر الأستاذ اللي سمح لي بالفرصة أني أودي بكلمة أمامكم. وفي الختام الله يوفق الجميع ويحفظكم جميعا، ونشوفكم في أعلى مناصب المملكة إن شاء الله.
الخير 44 من طلبة المجتمع كأجمل هدية ممكن أن نقدمها إلى بطل الغالب فنتهز بهذه المناسبة. انطوت صفحة من صفحات الحياة كان فيها الجد والاجتهاد رفيقا على الدوام، وأتت اللحظة التي حان فيها الفراق والرحيل، فها هي قد اقتربت وحان وقت الرحيل، فساعات اللقاء الجميلة أوشكت على الانتهاء، وسنفارق أحبتنا ونودع من عشنا معهم سنوات الإخاء والمحبة، ونتمنى من الله تعالى أن يوفقهم في حياتهم الجديدة وأن ينير دربهم للخير والسداد، ويرزقهم نجاحا في كل أمر ونيلا لكل مقصد ورفعة في درجات العلم والمعرفة. كان معكم الطالب فارس بن عبد الله الشهري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.